السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنشوف كيف ننزل أو ننصب برنامج البروتاس. هو عبارة عن برنامج للهاردوير سيموليشنز والمحاكاة الدوائر الإلكترونية سواء كانت التماثلية أو الرقمية. لما ننزل من الرابط اللي أحطه على المودل البرنامج حينزل لنا مضغوط بالشكل هذا. هنعمل له اكستراكت هير، هنفكر ضغط نفس المكان، هيطلع عنا بروتاس 8.1 SP1 تمام. الآن هيطلع عنا في قلبه كمان ملف تاني موضوع اسمه كراك، هنعمل له هون اكستراكت هير برضو، هيطلع عنا مجلد هذا اسمه كراك. نفتحه هلاقي عنا ستيب 1 وستيب 2. ستيب 1 اللي هو بيفور انستالينج بروتاس، نفتحه هلاقي عنا ايش ابلكيشن ولايسنس كي. لقيتها اللايسنس كي هذا ابلكيشن بلزمنا عشان نفعل مقدما ننزل اللايسنس على الجهاز عشان لما نعمل انستليشن لاحقا يتم ايش تمريره، يعني عاملين ايش تركيبه على الجهاز. فبنعمل دبل كليك عليه يس، نختار احنا عندنا كل الاشياء هذه. طبعا لو كان عشان نفهم القصة هذا الكي الاكس كي هذا، لو موجود عندنا لايسنس كي قديم بدنا نعمل له، بنعمل براوز عليه وبنروح بنختاره وبنعمل له هون اوبن، فبالتالي بيعمل عملية ريموفينج له تمام. لقيت احنا مش موجود عندنا شيء قديم لانه عملت ريموف قبل ان ادفانس. المهم بندوس على دبل كليك على الابلكيشن بيطلع عن الويندو هذا، بنختار انه نزلنا كل ايش كل انواع ايش الدرايفرز او اللايسنس اللي بيفتح كل انواع الملفات او البرامج اللي شغاله تحت بروتاس كسيموليشن بروجرام. نعمل انستول اوكي، بقول لي هم اوريدي انستول على الجهاز هذا، بنقول له اوكي شكرا وكلوز لانه صار منزلين وخلصين. بنروح على البرنامج تبعنا. طبعا هذا عندكم هتعملوا اول خطوه قبل الانستليشن. الان نيجي على بوتس 8.1 SP1، نبدي اعمل next، بعدين I accept next local. اوعكم تعملوا use install on server ولا cloud ولا شو، يعمل ايش local install license key next. هيستخدم اللايسنس اي دي اللي تبعه نزلناها مقدما قبل شويه عملناها، هيستخدمها حلقيها ايش موجودة وجاهزة على الجهاز تمام. اوكي نعمل نيكست. لو عندنا برامج او مشاريع او بروجكتس قديمة من على الجهاز مش معمولة بالبروتاس، بنعمل ميرجنج لها، بنعمل ميرج. احنا ما عندناش على الجهاز هذا بالذات، واظن عندكم برضه ما عندكموش لانه الشغل اشتغلته على هذا كان على الويندوز القديم يوم نعمله اعاده تهيئه للجهاز، فبالتالي ما عنديش، فمش لازم اعمل هان ميرج او امبورت او شيء من شيء قديم موجود على الجهاز لانه ما فيش اصلا شيء تمام. نعمل نيكست. انا عمل طبعا تيبيكال عشان نريح روسنا، حينزلوا على المكان ديفولت فولدر ديفولت بليس، حينزلوا كل شيء باي ديفولت يعني عمليا تمام. ماكسيموم 4 دقائق حسب سرعة الجهاز تبعك، حيكون عملية تنزيل سريعة 2 3 4 ماكسيموم يعني. تمام ران بروتاس 8 بروفيشنال، نقول له ران، هيطلع عنا في الحالة هذه زي ما احنا شايفين الشكل الحالي للبروتاس، بدأ يشتغل هيطلع عنا زي هيك بالشكل هذا. بروتاس ديزاين سيوت 8.1، بس عندنا شايفين اوبن بروجكت نيو بروجكت امبورت ليجاسي اوبن سامبل. طبعا اوبن بروجكت اول شيء حكينا كله ان اكتف. طيب ايش المشكلة؟ لسه في عندنا خطوة تانية، ذكرنا انه عندنا خطوة تانية نعملها عشان نعمل ايش انستليشن كامل للجهاز. بنسكر الكاميرا بنروح على كراك، بلقى عندنا ايش افتر ستيب 2 افتر انستولينج بروتاس، نعمل هان بنروح على البن وموديول، نعمل هان كنترول سي يعني كوبي، بتطلع على الديسك توب، هي بروتاس نزل هنا للبروتاس، نعمل ايش اوبن فايل لوكيشن، حيودينا عليه.
عنا حيودينا هان خطوة لورا، بلاقي عنا هان بن وعنا هان ايش نعمل هان كنترول في يعني ادراج ريبليس فايل ان ديستنيشن طبعا وكونتينيو. حقول هذول يسألني كله طبعا نزل كل هذه المودلز كمان. طيب جميل ممكن اعملها عشان اريح حاسته. اوكي اظل يعمل كل شيء نزله الان. طيب ماشي الان بروح على البروتس 8 ولو اشتغل بطلع هاي كراك باي بيرتيكن يعني صار عندنا الان اوبن بروجكت ونيو بروجكت وانبوت ريجنسي كله مفعل. ممكن نفتح نعمل بروجكت جديد اوبن او نيو بروجكت. طبعا فيش عندنا اوبن بروجكت ما فيش عندنا شيء قديم نعمل اوبن. اما في عندنا نيو بروجكت ممكن نعمل، بس ممكن برضه نروح مباشرة هنا نختار اي ايكون عشان نعمل عمليه سيموليشن للموضوع. ممكن ناخذ مثلا ايش اللي هو ايش السيمانتيك كابتشر مثلا او في سي بي لي اوت. ناخذ سيمانتيك كابتشر مثلا عشان هذا هم بتبقى عمليه ايش ادراج العناصر. نعمل هان بارت في بارت تمام، وبنختار مثلا بدنا ننزل ريسيستنس ريسيستنس بيطلع على صوت ريسيستنس هاي بنقول له اوكي نقدر كان ايش ريسيستنت. هاي انا صار ريسيستنت ار رمزها ار يعني مقاومه. ممكن ناخذ بارت اقرب ايش اقرب لنا نقول مثلا بيك 18 اف او بيك اف 16 او مباشره 16 حيطلع لنا مثلا كل انواع البيك كنترولر اللي هنا رقم 60 بيبدو. طبعا هنكون لما نشتغل حنطلع اللي احنا بدنا اياه بالضبط. فنختار مثلا اي واحد عشوائيا اخذنا هذا اوكي ضفناها هاي طلعنا ايش مايكرو كنترولر نوع البيك حطيناها. طبعا توصيل بنز وما البنز في خرائط سابقه في العمل في خرائط قادمه في العمل عفوا حنعطيكم الخريطه تعملوا زيها. وحننزل على البيك هذا تحديدا حاجه اسمها ايش نعملها عن طريق الرايت ماوس كليك وحنقول له هان ايش ادراج البرنامج حنكون عملنا وين في المايكرو سي تمام. هيك الفكره. فبحتاج هنا الجهتين نكتب البرنامج على المايكرو سي ونحط في البيك كنترول تبعنا ايش الهكس فايل اللي حنتجه المايكرو سي عن طريق ادراجه بالرايت ماوس كليك هان ونعمل هان عمليه ايش ادراج له باستخدام اللي باستخدام الطريقه الممكنه باستخدام ايش البروتس. هذا بالنسبة لتنزيل البروتس تشغيله. ان شاء الله بكون امور واضحة وتمام. والى اللقاء في مرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم الف عافية.